السلام عليكم. هنستكمل شرح محاضرات شابتر 2. علشان تتابعني كويس لازم يكون معاك الليكتشر نوتس أثناء الشرح. كنا توقفنا في المحاضرة السابقة على كيفية حساب الجي فاليو من السبيكترم. بنحتاج ايه عشان نحسب الجي فاليو من السبيكترا؟ بنحتاج ان احنا نكون عارفين الريفرنس اللي هو بيستخدم في الاي اس ار، اللي هو الدي بي بي اتش، اللي هو الابريفيشن دي 22 داي فينايل 1 بكرايل هيدرازايل. بنكون عارفين الابريفيشن، وريت كمان ان احنا نعرف الاستراكشر. نبحث كلنا يا جماعه على الدي بي بي اتش في جوجل مثلا ونعرف الاستراكشر كمان. ايه تاني ممكن نكون عارفينه عن الريفرنس؟ لازم نكون عارفين القيمه بتاعه الجي اس بتاعته، اللي هي بتساوي 2 علامة 0036. تتذكر كده دلوقتي مع بعض ان احنا حفظنا برضو رقم تاني اللي هو الجي بتاعت الفري الكترون، اللي هي كانت 2 علامة 0023. طيب ايه تاني نعرفه عن الريفرنس؟ ان احنا قيمة الاتش اس بتاعته اللي هو البوزيشن بتاعت البيك بتظهر للريفرنس عند 3322 جاوز، وعادة دي تبقى مكتوبة على الاسبكترون. طيب من بقى البوزيشن بتاع البيك اللي انا عايز احسب عندها جي اللي هو اتش اكس، نقدر ان احنا نعوض في المعادله دي عن قيم الجي اس والاتش اس. فبمعرفتي للاتش اكس بتاعه البيك بوزيشن اقدر احسب الجي اكس من هذه المعادله. طبعا المعادله دي علاقه عكسيه ما بين الجي والاتش، يعني الجي اكس على جي اس بتاعه الستاندرد هتساوي اتش اس على اتش اكس. طب يا جماعه هو كام جي فاليو هنحسبها من الـ من الاي اس ار سبيكترم؟ ده هيعتمد على التايب اوف اي اس ار سبيكترم. هيبتدي باول نوع اللي هو الايزوتروبيك. الايزوتروبيك احنا عرفنا قبل كده ان جي اكس بتساوي جي واي بتساوي جي زد، وبالتالي احنا هنحسب 1 جي فاليو زي احنا شايفين كده من عند منتصف البيك. هي بتظهر لي في الايزوتروبيك 1 سيمتريك بيك، وانا بتباتي بعرف على طول ان ده ايزوتروبيك سبيكترا، وبعرف ان انا بحسب جي فاليو واحده بس وهسميها جي اي لنسبه الى ايزوتروبيك. النوع الثاني بيبقى الاكسيال سبيكترا. والاكسيال سبيكترا احنا عرفنا برضو ان في حالتين اللي هي الالونجيتد والكومبريست. في الحاله اللي هي الونجيتد اكسيال بيظهر لي السبيكترا فيها بالشكل اللي هو اللي على اليسار، وهنحسب فيها 2 جي فاليو، الجي بارل اللي بتبقى في التوب بتاعت الهاف بيك اللي بتظهر في الاول، وبعد كده الجي بيربنديكولار زي الحاله الاولانيه خالص الايزوتروبيك من منتصف البيك. هنا الجي بارل بتبقى اكبر من الجي بيربنديكولار. الحاله الثانيه الاكسيال اللي هي على اليمين، هيبقى هنحسب الاول جي بيربنديكولار من منتصف البيك، وبعد كده بنحسب جي بارل اللي هي بتبقى عند البوتوم بتاعت الهاف بيك اللي بتظهر. هنا الحالة دي اللي هي الاكسيال كومبريست بتبقى الجي بيرمنديكولار بتبقى اكبر من الجي بارل. يبقى احنا في الاكسيال سبيكتر عموما بنحسب 2 جي فاليو. الحالة الثالثة اللي هي الرومبيك سبيكترا، اللي هي فيها جي اكس لا تساوي جي واي لا تساوي جي زد، وبالتالي احنا متوقعين ان يظهر لنا 3 جي. بنحسب جي 1 وبعد كده بنحسب جي 2 وبعد كده بنحسب جي 3 ونقول على السبيكترا دي رومبيك سبيكترا، وعندي 3 فاليو للجي سبيكترا. طيب دلوقتي احنا من سلايد 43 لحد سلايد 50 هنعمل تفصيل كده وتوضيح لكيفية حساب الجي فاليو في كل حالة من الحالات السابقة. فإحنا بنحتاج نكون معانا مسطرة، حتى في الاختبار لما يجيلك سؤال مكتوب مرسوم فيه اي صار سبيكترم بطلب منك حساب الجي فاليو يكون معاك برضو المسطرة عشان نحسب بدقة الجي فاليو. هنشوف ازاي بنقدر نحسبها. فمثلا نبتدي بحالة الايزوتروبيك سبيكتر اللي قدامنا، الفيجر اي اللي هو على اليسار. ده الفيجر اللي هو يعني زي ما احنا شايفين، احنا عرفنا ان هو ايزوتروبيك سبيكترا عشان في سنجل سيمتريكال لاين. هنحسب هنا 1 جي فاليو، هنحسب حاجه اسمها جي اي. طيب عشان نجيبها بدقه بنعمل ايه؟ بناخد خط راسي من التوب وبناخد خط راسي من البوتوم،
وبعدين بنشوف المسافة اللي ما بينهم اللي احنا بنسميها دلتا بي بي، ممكن نشوفها بالسنتيمتر عادي بالمسطرة. مثلا انا شفتها من على الشاشة قدامي هنا، وحسب ما انت في الامتحان ورقة الامتحان او انت دلوقتي ورق النوتس اللي معاك تشوف المسافة. مثلا طلعت معايا انا 1.8 سنتيمتر مثلا. فانا عشان اجيب الجي بعمل ايه؟ انا هروح جايب نص المسافة، منتصف المسافة اللي هي مثلا بالنسبة لي انا 9 من 10، نص 1.8 9 من 10. يبقى انا اجي 9 من 10 سنتي من مثلا الخط الرأسي الاولاني ده، واروح انا واخد خط رأسي تاني في المنتصف بالظبط. نقطة التلاقي من الخط ده مع السبيكترا، مع اللاين بتاع السبيكترا، هي دي اللي هحسب عنده الجي اي. طبعا مش هي هنا القيمة بتاعت الجي اي، المحور الافقي هنا هو الاتش، هتبقى دي الاتش اكس اللي هسميها اتش اي، وعوض في القانون اللي احنا اخدناه من شوية، واحول ال اتش اكس دي باستخدام الدايفينايل بيكايل هيدرازايل اللي هو الستاندرد القانون اللي احنا عارفينه، نعوض فيه ونحسب هنا الجي اي. طيب ايه بقى، ايه الشكل فيجر بي ده اللي احنا قدامنا ده؟ ليه ما تلاقي ده برضو ايزوتروبيك سبيكترا، لكن ليه ما طلعتش 1 سيمتريكال لاين، ليه طلعت 4 لاين؟ السبب هنا ان الكوبر ايون ده يعتبر الاي بتاعته زي ما احنا شايفين، هوضح لكم دلوقتي معايا هنا مكتوب ان الكبر الاي بتاعته 3 على 2. لو عوضنا في الهايبر فاين اللي احنا خدناه في بدايه المحاضرات بيحصل للنمبر اوف لاينز، يجي القانون اللي هو ايه 2 ان اي زائد 1. هنا عندي نيوكليس واحده بتاعه الكبر بتاثر على الايون بتاعها، هيبقى الاي بتاعتها 2 ان بواحد، والاي بتاعتها على 2 تطلع 4 لاينز، وبالتالي بيطلع لي فيجر بي. يبقى فيجر بي ده ممكن، والايه هنا الاي دي اي اي دي بتمثل الهايبر فاين سبليتنج كونستانت اللي هو المسافه اللي ما بين اللاينز اللي هي اللي بتطلع في السبيكترا. طيب كل الحاجه دي لها دلالات. لما انت بتكون في رساله عملت اس ار بتقول ان الاي اي دي طلعت لي مثلا قيمه معينه، يبقى لها دلاله معينه او حاجه زي كده. كل حاجه لها اهميه بتطلعها، داتا بتطلعها من السبيكترا بيبقى لها دلاله. منها الدلالات المهمه هنا في الايزوتروبيك سبيكترا، ان انا لما يطلع لي ايزوتروبيك سبيكترا يبقى ما عندي كده الاستراكشر، لما يقول لي ايه هو الاستيريو كيمستري، ايه الجيومتري المتوقع، اقول له ريجولار اوكتاهيدرال او تترا هيدرال، ريجولار تترا هيدرال او اوكتاهيدرال. ده الاحتمالات اللي ممكن تكون في الكبر كومبلكس هنا، ريجولار او ممكن تقول بيرفكت اوكتاهيدرال. بيرفكت اوكتاهيدرال يعني ما فيش اي ديستورشن، يعني كل الاطوال بتاعت الليجن على مسافات متساويه من السنترال ايون، او متقال عليه كيوبيك انفايرمنت. كل دي معاني واحده ان احنا ده اللي احنا فهمناه من الايزوتروبيك سبيكترا وايه الشكل المتوقع. طب ايه اللي بيخلي، هو بيقول لك في جمله مهمه هنا اهو، بط the formation of a single symmetrical line figure ايه هو الموست لايكلي، از لايكلي تو ان هو يحدث، يعني اكتر من فيجر بي. فيجر ايه بيحدث أكتر. ليه؟ لان بيحصل هنا حاجه اسمها داي بولر لاين برودرنج، يعني ان البرودرنج اللي بيتم بيخلي كل الاربعه لاينز دول يظهروا على شكل 1 فيجر اللي هو فيجر ايه 1 لاين بس. طيب دلوقتي الحاله الثانيه اللي ممكن تكون في السبيكترا بدل ايزوتروبيك تبقى انيزوتروبيك سبيكترا، والانيزوتروبيك سبيكترا معناها كده ان عندي سيمتري اقل من الحاله اللي فاتت اللي هي فيها البيرفكت، احنا قلنا اوكتاهيدرال او تتراهيدرال. بيحصل بقى ديستورشن، يعني ممكن يكون عندي الاكزيال سبيكترا اللي احنا قلنا منها حالتين مشهورين قوي اللي هم الالونجيتد اوكتاهيدرال او الكومبريسد اوكتاهيدرال، او ممكن يكون الرومبيك سبيكترا برضو دي معناها حاله اخرى اقل ايه تماثل. طيب احنا في الاكزل سبيكترا احنا قلنا هنحسب 2 جي فاليو، هنسمي واحده فيهم جي بارل والتانية جي بالمندكولار، وبالنسبه للرومبيك سبيكترا هنحسب 3 جي، هتبقى جي 1 وجي 2 وجي 3 باستخدام القانون اللي هو قدامنا ده، جي اكس بتساوي جي اس مضروبه في الاتش اس على الاتش اكس. طب بالنسبه للحاله اللي قدامنا دي دلوقتي احسب الجي فاليو ازاي؟ طب هما كام جي؟ انا لازم اعرف السبيكترا الاول. السبيكترا دي واضح انها اكسيال سبيكترا. عرفت منين؟ عرفت ان فيها كان هاف بيك كده، توب كده قبل البيك الاساسيه، فواضح ان في 2 جي هتتحسبوا، الاولانيه جي بارلل والثانيه جي بيربنديكولار.
واضح ان الحالة دي اللي هي جي بارلل اكبر من الجي بيرمندكولار. طب دي معلومات انا دلوقتي عرفتها ان ده اكسيال سبيكترا والجي بارلل اكبر من الجي بيرمندكولار. احسب بقى الجي بدقة ازاي؟ الجي بارلل بتحسب من عند التوب بتاعت البيك الاولانية الهاف بيك دي. طيب انا لو مش عارف احدد التوب فين بالظبط لانها برود كده ومش متحددة، مش شارب يعني، عشان اقدر اعرف مكانها فين، مش طالعة ونازلة كده فاقدر احدد. فاحنا ممكن بنعمل حاجة ظريفة هنا، ان انا باخد زي مماس للخط زي ما احنا شايفين كده للطلوع، ومماس للنزول، ونقطة التلاقي هي اللي بنزل منها بالظبط خط رأسي واشوف الاتش اللي تحت ايه. الاتش دي هتبقى اتش بارل، تمام؟ ف اتش اكس هنا اتش بارل، هحسب منها الجي بارل. طيب الجي بيبنديكولار بتتحسب بطريقة مشابهة للي احنا خدناها في الايزوتروبيك عند منتصف البيك. اجيبها ازاي؟ خط رأسي زي ما اتعلمنا في السلايد اللي فات، من التوب خط رأسي من البوتوم، نشوف المسافة اللي ما بينهم، نجيب النص المسافة ونطلع لفوق، ونقطة التلاقي هيبقى دي الاتش اكس، هي الاتش بارل بيبنديكولار قصدي، وبعدين نعوض ونحسب الجي بيبنديكولار. تعويض عن الاتش بارل هنا بمعرفة الطيب في نايل بكرال هيدرازاي اللي هي 2.0036، ال اتش اس برضه بتعطى لك في الرسمة مثلا 3322، فانت بتروح حاسب هنا الجي بارل، ولما تعوض عن اتش بيربنديكولار هتحسب الايه الجي بيربنديكولار. طب المثال اللي قدامنا ده يعتبر ايه؟ انا شايف قدامي ان ده هيبقى اكزيال سبيكترا. عرفت منين ان انا عندي جي بارل وفي جي بيربنديكولار، لكن البيكا ما طلعتش زي المثال اللي فات بيكا واحده، لا الجي بارل طلعت هنا اكتر من بيكا، المفروض يطلعوا على فكره اربعه، بس يمكن تكون الرابعه تدخلت مع الجي بيربنديكولار. هتلاقوا في الكتاب بتاع دراجو مثال بيوضح ان ممكن يحدث ان الكابر اين ياثر على الجي بارل وما ياثرش على الجي بيربنديكولار. يعني المفروض الجي بيربنديكولار دي كمان اللاين الاخير ده كان المفروض يطلع أربعة لاين، لكن ما بتتأثرش الجي بيربنديكولار عادة، والجي بارل هي اللي اتأثرت وطلعت مالتيبل بيك وطلعت أربعة هايبر فاين ستراكشر، بس طبعا هنا طلع لنا ثلاثة، الرابعة بقول لكم تدخلت مع الأخيرة. طيب في الحالة دي أنا أحسب الجي بارل إزاي؟ الجي بارل هتتحسب إزاي؟ بالطريقة اللي أنا قدامكم، هنعمل خط رأسي من أول بيك وخط رأسي من رابع بيك اللي هنعتبرها الجي بيربنديكولار في الحالة دي. لكن لو كانت البيكا الرابعة موجودة هي كانت هتبقى ايه البيكا الرابعة، وبعد كده بنروح حاسبين المسافة ما بين الخطين الرأسيين وناخد منتصف المسافة بالظبط ونطلع خط رأسي لفوق، وعند نقطة التلاقي مع المحور الأفقي هيبقى دي هي الاتش بارلل، وبالتالي بحسب بعد كده الجي بارلل. طيب جي بالمنتقل بنحسبها بنفس الطريقة السابقة. طيب دلوقتي عرفنا ان جي بارلل اكبر من جي بالمنتقل، وايه اللي ممكن استفيده اكتر من يعني الكلام لو سالني الاستيريو كيمستري المتوقعه يبقى ايه؟ يبقى احنا قلنا الونجيتد اوكتاهيدرال نبدا نقول، او ساعات يقول على تتراجونال او الونجيتد اوكتاهيدرال، تكتب الاثنين صح، او ممكن تكون هنشوف مع بعض كده طول القلم، يا تكتب الالونجيتد اوكتاهيدرال يا ترانس اوكتاهيدرال. طب ترانس اوكتاهيدرال انت شايفين الرسمه هنا ليه ترانس؟ عشان الاكس الليجان اكس والليجان اكس واخدين زاويه 180 يبقى ده ترانس اوكتاهيدرال، او لو كان عدد تناسق اربعه الكومبلكس بتاعك يبقى سكوير بلانر مش تتراهيدرال. طب لو كان عدد تناسق خمسه يبقى اسمه هنا السكوير بيست بيراميدال او سكوير بيراميدال وليس ترياجونال باي بيراميدال. يبقى دي الاحتمالات اللي موجوده عندي لما يبقى الجي بارل اكبر من الجي بيرمنديكولار. طيب في ساعات يقول لكم طب ايه الجراوند ستيت؟ نسالكم في الامتحان ولا حاجه، يبقى الجراوند ستيت في الحاله دي تقول له الدي اكس تربيع ناقص واي تربيع. دي المعلومات اللي انا ممكن اطلع منها. طيب دلوقتي في معلومة تانية ممكن ان احنا نحسب حاجة اسمها الـ A بارل، والـ A بارل دي المسافة ما بين اول بيك وتاني بيك التوب مع التوب اللي بعديها، وبيقول لك لو مثلا طلعت اقل من 100 في 10 اس ناقص 4 سنتيمتر من الاسوان يبقى الكابر هنا عنده بيسيدو تترا هيدرال ستراكشر، وده بيتواجد في امثلة الكابر بروتين مثلا، ودي بعض المراجع اللي فيها امثلة على كده.
لكن انا الحقيقه انا يعني مش هطلب منك حساب الاي بارلل. الحاجات دي بتبقى في الايه يعني في شغل الرسائل بتبقى ليها اهميه. طبعا بيبقى بتحط انت مثلا في رسالتك مرجع وتقول المركب بتاعي طلع مشابه للمركب اللي طلعت له القيمه الفلانيه، فبالتالي انا عندي مثلا نفس التوقع او نفس الاستراكشر اللي طلع للمرجع ده. طب يا جماعه الحاله التانيه في الاكزيال اللي يكون فيها الجي بنديكولار هي اللي اكبر من الجي بارل، فبالتالي انا بحسب الاول من الهاف بيك من نص منتصف البيك دي الجي بنديكولار، وبحسب من البوتوم هنا خط رأسي وبحسب الجي بارل. طب في الحاله دي بقى اللي بقى انا اقول له ايه بقى في البوسيبل جيومتري هنا؟ اقولوش بقى يعني ده عكس الاحتمالات اللي كانت حصلت في الجي بارل لما كانت اكبر من جي بيرمنديكولار. في حاله الجي بيرمنديكولار اكبر من جي بارل هنا، بدل ما اقول هناك كنت بقول الونجيتد تتراجونال او الونجيتد اوكتهيدرال، هقول ده هنا كومبريست، ده احد الاحتمالات. بدل ترانس اوكتهيدرال هقول سيس اوكتهيدرال. هنلاحظ هنا ان الاثنين ليجان اكس الزاويه بينهم كام هنا؟ 90 درجه، يبقى ده اسمه سيس اوكتهيدرال. برضو ممكن اقول ان عندي لو كان عدد التناسق 5 يبقى ترياجونال باي بريمدال، اللي هي الزوايا هنا 120 ترياجونال باي بريمدال، الشكل ده معروف. طب لو سالني ايه الجراوند ستيت اقول له هي دي زد سكوير. طب برضو في حاجه لو حبيت احسب الجي بسميها جي افريج هنا. الافريج هنا تتحسب ازاي وعندي قيمتين؟ فانا عارفين طبعا ان الجي بارلل دي بيبقى كورسبوندنج للمحور جي زد، لكن الجي بيرمنديكولار اتنين محور اللي هو اكس جي اكس وجي واي، وعشان كده لما الوزن بتاعهم ونيجي نحسب الافرج هيبقى عشان محور واحد اللي هو البارلل هيبقى تلت الجي بارلل زائد تلتين الجي بيرمنديكولار، وده بنقدر نحسب الجي افرج اللي رمزناها بالرمز اللي انتوا ايه شايفينه ده. دلوقتي يا جماعه في الاجزل انفايرمنت او اجزل سبيكترا ممكن استفيد ايضا ان احسب حاجه اسمها الجي فاكتور. الجي فاكتور ده بيقيس لي مقدار الاكستشينج انتر اكشن بتوين الكابر ايون. يعني انا دلوقتي ممكن يكون عندي كابر كومبلكس الموليكيول وجنبه موليكيول تاني، المسافه اللي بينهم اللي هي المسافه دي دي الرمز دي ده اللي شايفين قدامنا بيبقى لو اقل من 3 انجستروم بيقدر يحصل كابر كابر انتر اكستشينج انتر اكشن، يعني الالكترون اللي في الكابر اين يروح للالكترون اللي في الكابر اين اللي جنبه ويتزوره. فلما بيحصل التزور ده الاكستشينج ده بيتم امتى؟ لما يكون المسافه اقل من 3 انجستروم. انا ممكن اعرفها من الاي اس ار ازاي؟ ان انا بحسب بعد ما احسب قيم الجي اللي هي اللي هتكون في الاكزيال طبعا جي بارل وجي بيرمنديكولار، هروح انا معوض في هذا القانون واحسب حاجه اسمها جي كابيتال. الجي كابيتال اللي هو جي فاكتور ده هنا هيساوي جي بارل ناقص 2 على جي بيرمنديكولار ناقص 2 بالآلة الحاسبة تجيبها على طول. الدلالة بقى بيقول لك لو كان أعلى من 4 قيمة الجي كابيتال أعلى من 4 يبقى معناها الإكستشينج إز نيجليجيبل، يعني لا يوجد إكستشينج ما بين الكبر، يبقى أكيد المسافة أكبر من 3 أنجستروم، ويبقى بتقول على كده إن السيستم هنا دايليوت، يعني معناها الموليكيولز بعيدة عن بعض بشكل ما. اما يبقى كوندنسد سيستم او ان الموليكيولز قريبه من بعض لدرجه ان يحدث اكستشينج امتى؟ لما يطلع قيمه الجي اقل من 4. يبقى انت بتحسب خطوه كده لما يطلب منك شوف اذا كان في اكستشينج انتراكشن ولا لا في السؤال، هتحسب في الاكسل سبيكترا اللي هو الجي كابيتال فاكتور، ولو اعلى من 4 تقول ان مفيش انتراكشن اكستشينج، ولو اقل من 4 هيبقى في اكستشينج انتراكشن. دي معلومه مهمه جدا احنا لازم نعرفها. وطبعا يا جماعه احنا يعني برضو في الرسائل تكونوا عارفين شغل لما تيجي تكتب في الرساله انت عملت ايه السؤال، انت ممكن تربط الموضوع ده بقياس تاني انت قيسته في الرساله اللي هو الماجنتيك مومنت. الماجنتيك مومنت بيتحسب من قانون اللي هو جذر ان في ان زائد 2، والقانون ده هنا ان ده عدد الامبيرد الكترون، فلو عوضت هنا عن ان ب 1 الكترون اللي موجود على الكبر ف واحد وواحد يعني جذر 3 تطلع بواحد 73. المفروض انك كده بتعمل ماجنتيك مومنت وتقيسه وتحسبه من الجهاز ويطلع لك 1.73، معناها ان كل في عندك امبيرد الكترون وكده. لكن لاحظ حاجه ان القيمه دي بتبقى في السيستم اللي هو
لسه احنا نقول فيه اكستشينج جامد، يعني كوندنسد او كونسنتريتد سيستم، بتبقى القيمه بتاعت الماجنتيزم هتاكد لك ان الشغل اللي انت حصلت عليه فيه لسه ار، وهتلاقي ان الماجنتيزم اقل من 1.73. طب ليه تطلع؟ طب ممكن توصل لصفر. ليه؟ لانك انت بص على الجزء ده، هنا بيحصل اكستشينج، فمعنى كده ان الالكترون بيروح يزور الالكترون اللي جنبه، يعني دي الحاله اللي في النص، دي الحاله العاديه. لما يحصل اكستشينج، مره يروح عند الذره هنا، ومره الالكترون الثاني يروح يزور الالكترون في اللي هنا. فهي في الحاله دي اللي هي على اليسار دي دايا ماجنتيك، يعني زيرو، وهنا برضو دايا ماجنتيك. اما الحاله اللي في النص هو اللي فيها امبيرد الكترون، فبالتالي احنا على حسب الاكستشينج وقوته هنقل عن 1.73. بيقول لك بقى في الدايليوت سيستم تلاقي ان الماجنتيك مومنت بتاعتك 1.73، وفي بعض الحالات بتعلى شويه عن 1.73، وده يدل على انك انت ما عندكش عمليه الاكستشينج انتر اكشن. طب يا جماعه احنا هنا هناخد اكزامبل 1 على الاكسيال سبيكترم، وزي بالظبط كده بيجي لك في الامتحان، بيجي لك سبيكترا مرسومه، وبيجي لك الاربع اسئله دول اللي انت بتشوفهم بنفس الترتيب ده. ان اول حاجه يقول لك ايه هو التايب اوف اس ار سبيكترم اوبزيرفد ان ذا فولوينج فيجر، ده السؤال الاولاني اوف ذا كوبر كومبلكس. فانت بتبص على السبيكترا تقول الله دي اكسيال سبيكترا، فالتايب دول اكسيال سبيكترا. وممكن تقول كمان ان الجي بارر الواضح هتبقى اكبر من الجي بيبنديكولار. يقول لك احسب بقى الجي فاليو. هنا بقى هيبقى تضطر انك انت تاخد المسطره وانك تحسب بدقه المكان بتاع الاتش بارر. طبعا هعمل لكم، بحاول بالقلم عشان احدد لكم. طيب هو ده المكان بالظبط اللي هو عايز احسب فيه الايه الجي بارل. طيب عشان اعمل حاجه زي كده واجيب بالظبط فين المكان، فطبعا المماس المرسوم لك ممكن ما تترسمش، فانت تروح اعمل مماس، ومماس زي ما اتعلمنا والخط اللي في النص ننزل بيه راسي، فالرقم من 2900 وبين 3000، فهنا في 100، بس هي فين بالظبط عشان اطلع رقم، كلكم تطلعوا رقم قريب من بعض. فانا الصراحه عملت على الكمبيوتر عندي المسافه بالايه بالمسطره، فطلعت زي ما بنعمل زي مقص كده، مقياس رسم انا علمته لكم الصراحه في المحاضره الاخيره لما كانت في الكليه، فانا احاول ان انا برضو اوضح لكم مقياس الرسم هنا ازاي. فمقياس الرسم طلع عندي ان ال 100 اللي هي بين 2900 و3000 طلعت بالمسطره 1.2 سنتي. شفت المسافه اللي ما هي ما بين 2900 والخط الرأسي، الحتة دي لقيتها انها 4 من 10. فأربعة من عشرة تمثل قد ايه على مقياس الرسم؟ فانا قلت ان المية اللي هي من 2900 لحد 3000 عاملة 100، المية دي عاملة 1.8. امال الاربعة من عشرة تمثل كام؟ فانا رحت عملت مقص، طلعت معايا مثلا ان هي هتبقى 33. يبقى اذا البوزيشن بتاع اللي هي الاتش بارل هيبقى عند 2900 وازود عليهم ال 33 اللي انا جبتهم من مقياس الرسم، فهتلاقوا ان الاتش بارل هتبقى عند 2933. تمام يا جماعه؟ دي الطريقه اللي انا بعملها عشان اوصل لمقياس الرسم. طيب هحسب من هنا ازاي بقى الجي من هنا منتصف البيك؟ هحسب ازاي الجي بالمنديكولر؟ قلنا هناخد خط راسي من التوب وخط راسي من البوتوم، واشوف المسافه دي بينهم قد ايه، ونصها بالظبط اطلع، فهتبقى عند حاجه بعد ال 3200، وبعد بنفس مقياس الرسم هتطلع تقريبا عند 3230. يبقى كده انا عرفت الاتش ايه بالمنديكولر، واعوض في القانون واحسب الجي بالمنديكولر. في اسئله تانيه في السؤال، وات از ذا بروبر ستراكشر؟ اه خلاص، طالما جي بارل اكبر من جي بيرمنديكولار يبقى في اقتراحات للاستراكشر اللي هو هيبقى تتراجونال. هنشوف اجابه السؤال في الصفحه اللي جايه. وبرده هل في اكستشينج انتر اكشن؟ الحقيقه لما يقول اكستشينج انتر اكشن نعرف انها اكزيال، لان احنا قلنا ان في الاكزيال سبيكترا هنحسب حاجه اسمها جي فاكتور كابيتال، جي كابيتال فاكتور، وهنعرف منه لو هو اعلى من 4 مفيش اكستشينج، ولو اقل من 4 يبقى في اكستشينج. هنشوف اجابه السؤال بقى في الصفحه التاليه. ده السؤال ده متجاوب بالتفصيل اهو، الاكسل سبيكترا اول سؤال،
عندك 2G value، الجي بارل الأكبر من الجي بتاخده من شكل السبيكتر اللي قدامي، وحسبنا الجي الاتش بارل عند 2933 بكذا الرسم، والاتش بيرفنديكولار، وعوضنا في القانون مرتين وحسبنا الجي بارل وحسبنا الجي بيرفنديكولار. وطبعا انت بتبقى عارف المعلومات اللي هي عن الستاندرد بتاعك اللي هو الداي فينايل بكلار هيدرازايد، وده برضو ال اتش اتش اس دي موجودة برضو على الرسمة، لو مش موجودة يعني تحفظها عشان هي بتعطى ليك يعني. فانت في الاخر طيب، وكان بسألك ايه هو الجراوند ستيت، طالما ان هو بيرل اكتر يبقى دي اكس تربيع ناقص واي تربيع. وايه البوسيبل ستراكشر؟ ترانس اوكتاهيدرال، سكوير بيزد بيراميدال، الونجيتد تتراجونال او تقول اوكتاهيدرال، او سكوير بلانر، دي اربع احتمالات. بالنسبه للجي عشان اعرف اكس تشينج ولا لا، عوضت بالجي بارل والجي بيرمنديكولار اللي حصلت عليها، الجي بارل كانت 2.27 والجي بيرمنديكولار 2.6%، وطلعت 4.5. الله، 4.5 دي اعلى من 4، يبقى الاكسشينج نو اكس تشينج انتر اكشن اوكيرز، يبقى كده اجابتك اجابه كامله. انا عايزك هنا تمرن نفسك على برضو اكزري سبيكترا، بس طبعا الجي بارل هنا اتاثرت بهايبر فاين بتاع الكبر، وبيديك معلومات تانية الاي بارل، واحنا الحقيقة مش عايزين عنها اي معلومات هنا، ما حولهاش لسنتيمتر من اسمان عشان نعرف اذا كان تتراجونال بسيدو تتراجونال كبر ولا لا. بس انا اللي يهمني هنا هيبقى نفس الفكرة، احسب الجي بارل ويحسب الجي بيرنديكولار، فاحنا برضو نفس الشيء تبع ثلاثة بس من الشهر اربعة، يبقى من اول واحدة لاخر واحدة، واحسب هنا ده مكان الاتش بارل وده مكان الاتش بيرنديكولار، وانا عايزك بالمسطرة والقلم وتطلع الحل موجود في اسفل اهو. طالما الحل موجود يبقى انت مطالب انك تشوف هل حقيقي الارقام هتطلع معاك بالشكل ده ولا لا. ده مثال تالت على الاكسل سبيكتر، وده ما اقول لك ده موجود في ريفرنس من الريفرنس اللي انا كنت باعتها لك، مش كتاب دراجو، الريفرنس التاني، وبالظبط ده مره جه في امتحان. بس نلاحظ حاجه بقى هنا، ان الجي بارلل بقوا اربعه، هم اربعه، وبالتالي احنا مش هنستخدم الجي بيرمنديكولار تبقى الرابعه. شوف احنا من اول واحده هنعمل خط راسي، ومن اخر واحده هنعمل خط راسي، وهو حتى عملها لك عشان تعرف الجي الاتش بارل تبقى فين، وادي بتحسب. انا هنا الحقيقه مش مكتوبه النتائج بتاعتها، بالتالي انت مطالب في المثال ده لو عملته لك كواجب او حاجه تحسب لي الجي بارل والجي بيرمنديكولار. اعتقد ان هي موجوده في الكتاب محسوبه، لو عايز انك تقارن الارقام اللي انت طلعتها مع الارقام اللي موجوده في المثال ده. ده مثال، ده كبر مع بيركولوريت كل اتنين، ده الاي بي ار بتاعه او الاي اس ار بتاعه، وهو عايز يشرح لك ان اتأثرت الجي بارل وما اتأثرتش، ماينور افكت على الجي بين بنديكولار. هيتبقى في المحاضرة بتاعت النهاردة الرومبيك سبيكترا، والرومبيك سبيكترا احنا قلنا بنحسب فيها 3 جي فاليو، جي 1 وهنا في التوب، وجي 2 اللي هي بتبقى في المنتصف هنا، والجي 3 اللي هي اللي في البوتوم هنا. طبعا ده الشكل الثلاثة، ده يمكن هو ده الشكل اللي ايه البيرفكت اكتر في الرومبيك، اللي كانت واضحة قوي. هاف بيك بنحسب منها جي 1، وهنا بتحسب جي 2، وبنحسب جي 3 من هنا. بس دي اشكال اخرى بتبقى فيها التواءات او مش بس تطلعش يعني بوضوح، بس هي تبقى باينة انها 3 جي مش 2 جي، وعادة هي تبقى مرتبطة بالفايف كوردينيت أكتر، يعني اللي هي عدد تناسق خمسة بتظهر فيها الرومبيك. طب لما نجيب الجي افريج هنا نجيبها ازاي؟ هو بيمثل كل واحدة من جي دي جي اكس وجي واي وجي زد، وبالتالي القانون تلت مجموعهم، يعني تجمع جي 1 وجي 2 وجي 3 واضربهم كل في ايه، في تلت، كل واحدة فيهم في تلت، وبالتالي بتجيب الجي افريج. لما يجي لي الرومبيك سبيكترا او يبقى في مطلوب مني حساب 3 جي، وانا عرفت خلاص ان دي رومبيك سبيكترا، انا مش بحسب الجي كابيتال فاكتور اللي كنت بحسبه هناك عشان اعرف الاكسشينج انتر اكشن اللي موجود في الاكسل سبيكترا، انا بحسب حاجه في الرومبيك هنا، حاجه اسمها الار فاكتور. الار كابيتال فاكتور ده بقى اللي بيتحسب لما تبقى عندك 3 قيم من الجي. القانون هنا الار بتساوي، ادي القانون اهو، جي 2 ناقص جي 1 على جي 3 ناقص جي 1. هنا الار لما تبقى اعلى من 1 لها دلاله، ولما تبقى اقل من 1 لها دلاله. لما تبقى اعلى من 1 يبقى الجراوند ستيت بتاعتك عرفتها انها دي زد سكوير، وان هنا الشكل الفراغي العدد تناسق 5 اللي احنا قلنا بيبقى دارج جدا في الرومبيك سبيكترم هيبقى تراجنال باي بريميدال. اما اذا كانت الار اقل من 1 لما تيجي تحسب الحسبه تطلع اقل من 1، يبقى الجراوند ستيت دي اكس تربيع ناقص واي تربيع، ويبقى في الحاله دي متوقع عدد تناسق 5 هيكون هو السكوير بيراميدال.
هل ما تظهرش عدد 12.6؟ بيقول لك لا، ظهر الرومبيك سبيكتر في حاله عدد 12.6، هو بيبقى اكزي الانفايرمنت، ولكن عشان في مس الاينمنت موجود مع يعني في تشوه بين درجه 61، وده بحث 12 للمثال بتاع الكبر مع تترا امين وميه وصلفيت، فهذا المثال كان المفروض كان يطلع اكزل انفايرمنت، ولكن الاي ستار بتاعته طلعت فيها 3 جي، وده كان نتيجه كده عشان في تشوه بنسبه 61 درجه عن المحور موجود، فادى 3 جي فاليو. طب يا جماعه دلوقتي ادي مثال بس مش محلول، انت مطلوب منك برضو انك تطلع الاجابات الاربع اسئله هنا، ده مديك الاي اس ار سبيكترم لكبر كومبلكس، ادي تحت المعلومات، وادي المجله اللي كان منشور فيها، وادي مقياس الرسم، وده المحور اتش طبعا اللي هتحسب منه. طب هو كام جي هنا موجوده؟ واضح هنا ان هنحسب من هنا جي، وهنحسب من هنا جي الالتواء اللي موجود، ومن البوتوم هنا الجي 3. يبقى واضح ده مثال على الرومب، عشان شنو العنوان نقول كده؟ لا، احنا من السبيكترا عرفنا ان هو هيبقى رومبيك سبيكترا، هيقول لك وات از ذا تايب اوف. طب ممكن واحد يعرف منين هو رومبيك سبيكترا؟ بيقول لك يحسب الار فاكتور. طب ما الار فاكتور احنا عرفنا انه بيتحسب بس في الرومبيك سبيكترا، كانه بيغششني اجابه السؤال الاولاني من اجابه من لما قال السؤال الثالث وات از ذا بوسيبل شيب اند اتش جراوند ستيت. لما الار اكبر من واحد او اقل من واحد هتقدر تتوقع الجراوند ستيت والبوسيبل شيب، وده برضه ده سؤال يمكن انا في الواجبات اطلب منكم الاجابه التفصيليه ليه، وتوصلوا لقيم الجي وتوصلوا للاستراكشر. وبكده انتهت محاضره النهارده، واتمنى لكم انكم تكونوا بخير ويبعد عننا كل شر، وشكرا لكم.